اليوم غادي نقول لكم قصة الاعتداء الجنسي من بوليسي. هذه قصة حقيقية في تونس. الفيلم سميتو جميلة للصياد. قبل ما تمشي لبنت الحفلة لقات باش تغطي راسها ومنعت الأصدقاء ديالها يحطوا تصاور في فيسبوك. كانت كتخاف لا يشوفها باها. تونس 2010 جات واعية ومنفتحة. البنت عارفة راسها دايرة مكياج بزاف ولابسها مفضوح. الحفلة كانت زوينة. تلاقات البنت بصديقها ومشاو. كانت تماك البداية ديال الكابوس ديالها. تغتصبات من طرف البوليس. البوليس اغتصبوها. هربات كتبكي ولقاها البنت وهدأها. بغا يديها للسبيطار باش يدوز وتاخد شهادة طبية. كانت البنت خايفة بزاف وخلات الولد يعاونها. دابا طلب منهم البطاقة الوطنية ولكن فكان تشوف السيارة ديال البوليس. الولد قال للطبيب ان شي حد اغتصبها والبنت كتمنى ان الطبيب يعاونهم ولكن ما عندهاش بطاقة فما تقدرش تشوف الطبيب. هذا هو القانون ديال السبيطارات، حتى حد ما يقدر يبدلو. قلت البنت كتبكي وعندها مشكلة. البنت الصراحة شنو كانت كدير في نفس الليل ولابسة هكاك؟ هكا الناس غادي يفكروا. والبنت بدات كتقول يمكن هي السبب اللي خلى هادشي يوقع وبغات تموت ولكن صديقها وقفها ووقف معاها وبغى ينصفها. قال لها يلا نمشيو للعيادة ديال شي طبيب حسن. قبل ما يتلاقاو مع الطبيب لقاو مراسل صحفي ديال شي قناة والولد هدر معاه. قال ليه البنت اغتصبوها البوليس. الصحفي اهتم بزاف بالموضوع ولكن فاش سمع البوليسي اللي دارها عطاهم لاكارت وهرب. خدا لاكارت كريديت ومشى بحال ميلي صاحب. عطاو لاكارت ديال الكريديت ومشى حيت خاف. وخا البنت مظلومة مسكينة كاملة مجروحة ما بغاش هاد الشي يبان في الأخبار وتشوه. حشمات شنو غادي يقولوا عليها الناس. فكرت أن الناس غادي يقولوا عليها هي اللي تصرفات في هاد الشكل وكتستحق داكشي حيت خارجة عريانة وفي نص الليل. غادي تجيب كل العائلة ديالها وغيوليو ضحكة ديال تونس كاملة. ولكن صديقها مبغاش تسلم دغيا حيت إلا استسلمات فهاد الشي غادي يولي كابوس حياتها كاملة. خاصها توقف على راسها وتاخد الحقوق ديالها وتخلي اللي مازال عنده أفكار جاهلية يدفع الثمن. ولكن ما كانتش عارفة شنو غادي تدير. الأفكار كاملة كانت بحالة محروقة في قلبها. وخا هي بنت عندها مستوى الجامعة وقارية مزيان لقات واحد الفرملية الحمد لله اللي كانت بغات تعاونها وداتها تلاقى بطبيب النساء. ولكن طبيب فاش دوز لها قال لها ما تقدرش يعطيها الشهادة، خاص تمشي عند طبيب شرعي. ولقاو انهم خاص يمشيو يديكلاريو في البوليس. هذا هو القانون ديال البوليس والبوليس غادي يديوك عند الطبيب الشرعي. البنت خافت بزاف وقالت بلي البوليس اغتصبها وهربت ديك الساعة وصديقها مصر على انه ينصفها مسكين. الولد قال لها يلا نمشيو راكاين القانون ولكن نسى ان الناس هي اللي كتفرض القانون. عند المركز البنت قالت فاش كانت البنت والولد كيتمشاو حدا لاكوت جاو البوليس وهزوهم داروا المينوت للولد والبنت مجاو تعداو عليها وعنفوها. هاد البوليس اللي كيستجوبهم قال لهم ما تبقاش تقولوا دائما ان البوليس خايبين واش انت مزيانه. بداو كيبينوا انهم متهمين والولد عقبهم. ولكن شنو غادي يدير؟ غادي يضرب المدير؟ البنت كانت خايفه داكشي علاش جرها الولد. ولكن كي غادي تسلم؟ هو ولد مزيان بغى ينصفها وينصف جميع البنات اللي تعرضوا لهذا الشيء. داكشي علاش قال لها يلا نمشي لمركز البوليس واحد اخر. صدقهم البوليس وقال لهم انه كان انت اللي كنتي لابسه هكذا، انت اللي بغيتي يغتصبوك. وقالوا ليه هادوك غير كذبوا عليك وداروا راسهم بوليس. قالوا لهم يلا سيروا بدلو ونحسوا ونساو هاد الشيء راه غادي نسدو. ولكن الولد عارف ان المركز ديال البوليس ما كيسدش. داكشي علاش البنت دخلات وصدقوها تاني مع ضابطه وعطاتها تستر راسها. واخا هكاك الباب ديال المركز عاوتاني تحرشوا بها. فاش طلعت في السياره سمعت صوت ديال التليفون ديالها. اذا هذا هو اللي اغتصبها كاين في هذا المركز. تخلعت البنت وكانوا غيشدوها كانوا غيضربوها ويهينوها تاني. وهربت كتجري تاني حتى لقات كلاب الصيد ناري. هاد الكابوس ما قدرتش تفيق منه وعاوتاني تشدات وبغات ضربهم وهربت عند الضابطه. ولكن الضابطه كانت غادي ترجع لدارها وشخص واحد اخر غيتكلف بها. فاش مشات البوليسيه جاو جمعوا عليها دوك البوليس اللي ضايقوها ومازال بغاو يضايقوها. واخا كانوا داينها للطبيب الشرعي ولكن كان واحد البوليسي شارف قال لها ما تستسلميش وما
وما كانت قادر يدير والو مع البوليس الاخرين. وكيقول ليها خاصك تردي حقك بيديك، ولكن شكون غادي ياخذ لها حقها وهي غير مسكينه؟ فهاد اللحظه بغات غير ترجع للمدرسه وما بغاتش تزيد تدل راسها. البوليسي كيعاير فيها وجا اتصال المدير ديالو وطلبوا يردها للمركز. المدرسه مع 12 ديال الليل كتسد وهي ما تقدرش تدخل، وفاش رجعت للمركز تعرضت للتعنيف وعذبوا صديقها واتهموه انه اعتدى عليهم. ثاني جات العصابه ديال البوليس كيضايقوا البنت. البنت هربات، غادي تهرب للمرحلة وفكرت تعيط للصحفي وانها ما عندها لاش حيت خاص تلقى البنت، ولكن فاش سمع الصحفي صوتها دغيا ما بقاتش الريزو وما بقاش الصوت. البوليس سجلوا فيديو وهما كيتعداو عليها وبداو كيهددوها به انهم غادي يصيفطوه لعائلتها الى محيدات الشكوى. البنت فهمت ان هادو ماشي غير تعداو عليها جسديا، ولكن سجلوا ليها الفيديو وباش يدلوها بغات مسكينها غير تاخذ داك الفيديو، ولكن ضربوها. في الصباح فيقها البوليسي وقال لها بلي راه شدو هاد البوليس، هادو حوتالات مركز الشرطه، داكشي علاش غير سحبي الدحوه. الى سحبتيها غادي يساليها لك هاد الكابوس، والا ما سحبتيهاش هاد القضيه غادي تبقى لك 3 سنين وخاصك تخسري فلوس والصحه والطاقه. ولكن البنت رفضات حيت مر ما وقع عليها البارح ما بقى كيهمها والو، ما بقاش عندها كرامه وتقدر تحمل تخسر اي حاجه واحده اخرى، ولات باغا داك الشرطه يدفعوا الثمن. وقال لها البوليسي ولكن فكري في السمعه ديالك اللي غادي تولي خايبه والناس كلهم غادي يهضروا عليك القيل والقال. حيت النهار اللي كانت مع صديقها في البحر كانوا مشادين، وحسب القانون التونسي اللي دار هاد الشيء في مكان عام كيتعرض لغرامه ماليه والسجن لمده 6 شهور. ولكن البنت قالت ليه عمرها ما سمعت بهذا القانون، قالت ليه اتقبضوا عليا انا اللي مقبضه مع ولد وغادي نخليو الناس اللي اغتصبوني. البنت ما قدراتش، البوليس يقنعها وهو يبدا يهددها انه اعيط لباها، ولكن البنت قالت ليه ماشي مشكل انا نعيط لبابا راسي نقولها ليه. من البوليسي ما قدر يقنعها هو يقول لها راه يقبض عليها بتهمه التصرف بحميميه في اماكن عموميه، واللي هادشي هو اللي بعدات عليهم القوانين ديال تونس. البنت قررت القتال من اجل الحياه، لكن ما نفعاش هادشي. قال لها البوليسي اذا رفعتي دعوى ضد الشرطه وضد البوليس فهادشي غادي يكون غير وطني، حيت تونس بلاد بوليسيه، زعما البوليس هو اللي كيلعب دور مهم في استقرار البلاد. وهي تقول ليه غير بلا ما تبقى تخلع فيا. وقال لها داك البوليسي السارف هو اللي شجعك، فداك البوليسي السارف انا ما بقى كيقدر يدير والو غير بعدي منه. فاش بداو كيدابزو البنت هربات. الشمس كانت مشرقه وكان في القدام زعما المستقبل حركه الربيع العربي اللي كانت الرمز ديال تفجير الازدهار للياسمين والركود الاقتصادي وارتفاع الأسعار وارتفاع البطالة. كان حلقة مغلقة اللي مازال حتى لدابا ما تغيرات، وكاع التغيرات فهي جريمة باسم الحرية المزيفة، لأن الحرية ماشي هي تغيير السلطة، لكن عندما تتمكن الشرطة بالإشراف على الناس يمكن ديك الساعة نرحبوا بفجر ازدهار الياسمين.